رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى، انا طبعا سايباه على نار هاديه، بس اسمحوا لي هحط معلقه السكر، هحط رشه من الملح. انا حطيت على فكره قبل، لكن دي الرشه اللي كانت باقيه. خلاص هقلب كده، وممكن رشه اخيره من حبه البركه، بما اننا في منا كتير بيحبوا بالعصفر وحبه البركه. بصوا هنسيبه بقى كده ايه شويه، وهنبدا هنا نجهز للخيار. الخيار طعمه حلو، انا يعني جربته، هو ليه طعم مختلف. هنستخدم في الخيار ده خل العنب الاحمر، بنديله كده بننقعه في الميه. انا سبت الميه تغلي وهحط فيها الخل الاحمر، خل العنب، وهزود كمان شويه. و الخيار طبعا من الحاجات اللي يعني مفيده جدا، وبرده بيستخدموه في الدايت كتير جدا، وغني بفوائد كتير، المغنيسيوم والبوتاسيوم والالياف، ويعني بيقلل كمان نسبه الكوليسترول الضاره في الجسم، وبيظبط مستوى ضغط الدم. الخيار من الحاجات الجميله جدا. بصوا بقى، انا حطيت هنا خل العنب. احنا هنحاول نقرب للطريقه اللي احنا بنحبها اكتر عشان ما نحسش ان الطعم شويه قوي. اول ما الميه بتغلي بننزل بس الخيار. بصوا ما بنسيبوش يغلي، لكن بنسيب لحد ما الميه تبرد خالص، والخيار ده لونه بيغير وياخد اللون اللي حضراتكم عارفينه، كانه دخل فيه التسويه بتاعته. حلو الكلام. طبعا الثوم هفرمه كويس قوي مع الكرفس، بس انا كمان حابه ان انا احط من حبات الفلفل دي معاه الحقيقه، يعني علشان يبقى جميل، نبقى كسرنا اللون الاخضر بحاجه حمراء حلوه اهو. تمام. وبعدين هنبقى نعمل للميه دي نسبه الملح وكله اللي هستخدمها لما هاجي اقفل بيها المخلل. يعني هحشي الاول وبعدين هبدا زي ما بيقولوا كده اسقي بالميه دي، هي هتبقى المحلول اللي انا هضيفه على الخيار. تعالوا كده، بسم الله. معانا تليفون ولا حاجه؟ معانا ام جوزيف. يا اهلا وسهلا. جيتي اشوف عظيمه، حبيبه قلبي ام جوزيف. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، تسلم ايديكي. تسلم يا حبيبه قلبي. انا جميله النهارده عاملاها، وطريقه الليمون اللي عملتها تحفه. انا عندي ليمون اخضر على فكره وهعملها. اعمليها وقولي لي رايك. جربها، وجربت المانجا اللي انت خليتيها طلعت تحفه يعني السنه اللي فاتت. ايوه يا روح قلبي. انا بالنسبه لي على فكره انا شخصيا كانت جديده، بس انا حبيتها. بس جميلة، جميلة حلوة. صحة وهنا حبيبة قلبي. حبيبة بص، طيب اتفضلي. الكيوي كان فيه شوية مستويين عندي، فأنا ضربتهم في الخلاط. أنا اللي عاوزة أحطهم على آيس كريم، أحطهم إزاي؟ حطي عليهم كريم شانتيه، ها؟ مضروب. حطي عليهم كريم شانتيه مضروب وقلبيهم مع بعض. يكون هو تلج، يعني يكون هو متلج طيب ولا هو يكون متلج؟ يكون ساقع، يعني يكون ساقع قوي. ساقع في التلاجة وخد سقوعية حلوة، أو تلجيه في الفريزر شوية. وبعدين اخلطي عليه الكريم شانتيه، وبعدين دخليه تاني الفريزر. بس كده هيطلع روعه. طيب ولو كان ليمون؟ طيب برضو يعني برضو عصير ليمون احط عليه؟ هتحطي على الكيوي نفسه؟ لا انت تعصري. ما اعرفش انا، اعصري الليمون شويه منه على الكيوي، عشان هو برضو ايه، ما يعني ما يغيرش لونه، هو هيبقى احسن، هتدعمي فيه فيتامين سي. اعصري عليه شويه بس عشان ما يبقاش لاذع، لكن هيبقى طعمه حلو قوي لما الكريم شانتيه يتحط، هتلاقيه اداله طعم رائع. ماشي يا قلبي، شكرا يا حبيبتي. العفو حبيبتي ام جوزيف. العفو. تسلمي حبيبتي. بصوا انا بس بقى ايه، بفرفت كده شويه الثوم كده، لان انا هحشي بالثوم ده مع الكرفس جوه الخيار. الكرفس طبعا من الحاجات اللي هي فوائد كتير جدا. اولا الناس اللي يعني علاج للنقرس، وعلاج للناس اللي عايزه تبقى وزنها خفيف، وفي العصير الاخضر اللي بنعمله بالتفاح الاخضر والكرفس، ونضربهم في الخلاط ومعاهم كيوي بيبقى روعه برده. تعالوا بقى قلب كده تقليبه حلوه. طبعا هو بيتنقع بيتساب لما الميه دي تبرد تماما خالص. حلو الكلام. واللون بتاع الخيار ده بيغير لما اللون بتاعه يغير، ما يبقاش اخضر قوي كده، هيبقى اللون اللي احنا ايه، هيدخل على المسفر الغامق شويه. خلاص
عندي هنا كمان الخل الابيض. انا حطيت خل ابيض بس هو خل عنب بس يا جماعه، بس اللي عايز يعني يعمله بالطريقه دي. بصوا بقى باخد شويه كده، احنا نزلنا مقاديره ولا لا؟ تعالوا ننزل مقاديره. يلا مخلل الخيار، عندي خيار صغير البلدي الحلو ده، عندي فلفل وعندي كرفس وعندي ثوم وعندي خل احمر وعندي كاري وعندي ملح وعندي زيت. حلو الكلام. طيب هاخد شويه من الكاري كده مع الخلطه دي مع الثوم ده، واخلطهم دلوقتي في بوله كبيره كده مع الكرفس والكاري والثوم. نعمل معاهم الايه يعني، هعملهم بتوليفه مريحه بالنسبه لي وجميله. ده هناخد بقى هنا الايه، هنضيف الملح والزيت هنا، يبقى زي المعجون كده. كاري بيدي طعم حلو قوي. هناخد كده بقى الكرفس، وماخد زينب من القاهره، يا اهلا وسهلا. هنقلب. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره متابعاكي في كل القنوات. الله يخليك. انت عظيمه، انت عظيمه. الله يسعد قلبك يعني. انت واخده من اسمك يا حبيبتي. انا واخده من اسمك حاجات كتير قوي قوي. الله يخليك. وانت في قناه عظيمه. الله يسعدك يا فندم، ده شرف ليا. لأعظم قناة في الدنيا حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك. طبعا قناة الأهلي دي قناة حبيبتنا كلها، والأهلي بدمنا وإحنا ورا النادي والإدارة كلها وظهره. حبيبتي أمين. أنا والدتي كان عندي 64 سنة. ما شاء الله، ربنا يبارك. ربنا يديك الصحة ومنورة. أمين. وكل حاجة أمين. عظيمة يا أحلى عظيمة في الدنيا. الله يخليك يا فندم، تسلمي. ربنا يسعدك يا بنتي. كلك ذوق. الله يخليكي. أموري حضرتك لو عايزة أي طلب. ولا حاجة، أنا بشكرك وبشكر عليكي وفرحانة بيكي ونظافتك وحاجتك الجميلة والسهلة، كل حاجة فيكي. الله يخليكي يا فندم. عظيمة. وبقول لك كده إيه؟ الله يسعد قلبك يا فندم، كتر ألف خيرك والله. شكرا لمداخلة حضرتك. يحفظ حضرتك من كل مكروه. أمين يا فندم ويحفظ حضرتك، شكرا ليكي ولذوقك يا فندم. أسعدتيني والله بمكالمتك، شكرا ليكي يا فندم. بصوا بقى الليمون نزل المية ازاي، بصوا ان احنا مش هنحتاج مية. بصوا كده بصة بعد اذنك مخرجنا هنا. هنعمل بقى ده ونصب بقى الليمون بتاعنا. تمام، شايفين؟ اهو اهي، شايفين السوائل؟ اهو ده اللي انا بقوله لحضراتكم. هنبدأ بقى نغلف الليمون الحلو ده. طبعا تقدروا تسووه بالكامل وتقدروا تخلوه نص تسويه يبدا يعني يبقى رائع. تجاملوا بقى حبايبكم وتجربوه كده، نوع من انواع الليمون اللي يعني المحبش زي ما بيقولوا على الطريقه الهنديه والباكستانيه، رائع اهو. طبعا مش هينفع نقفل البرطمان طول ما هو سخن اطلاقا. ليه؟ علشان ننزل نكبس كده كبسه حلوه. ايوه شايفين السوائل تحت ازاي؟ اهي نزود كده. طبعا في مواد حافظه مش ماده واحده بس، قلتوا كل الحاجات الحلوه دي. وهنكبس كده، نسيبه لما يبرد تماما. انا هسيبه مفتوح لما يبرد تماما. شوفوا الكميه دول يعملوا لنا حبه حلوين يعني. ليه؟ عشان لما نفتح برطمان يخلص ياخد وقت، وبعدين نفتح التاني وهكذا. طيب هاخد شويه بس من الصوص او من العصاره الحلوه اللي تحت دي هنا اهي، شايفين؟ هسيبه بقى لما يعني يبقى خلاص يبرد تماما، وبعدين هروح قافلاه. وبعد ما اطلع الهواء بشكل كويس بكبسه كويس جدا. بصوا كل ما اكبس اقفل اماكن الهواء اهو، وسايبه الخيار هنا لونه هيبدا يغير اهو قدام حضراتكم كده، شايفين؟ من الوصفات الرائعه اهي. شايفين ازاي اهو؟ نكبس كويس عشان كل الهواء اللي تحت ما يبقاش فيه مصادر هواء، ما تبوظش معايا المخلل، يقعد معايا وقت احلى واطول. تمام اهو، ده كده ياخد له مثلا شويه يعني، انا عاملاه نص تسويه. لو حضراتكم هتكملوا تسويته يبقى هتاكلوه خلال 3 ايام او يومين. لو استوى حلو يبقى يعني تمام،
بصوا كده شايفين؟ شايفين الباقي حصل فيه ايه؟ اهو. تسلمي يا عمري، تسلموا يا حبايب قلبي. اهو وادي الليمون الاخضر، لقينا له كمان يعني طريقه حلوه كده، عجباني والله الطريقه دي جدا، انا بحب الليمون جدا. وانا ضفت بس عصفر، دي اضافه من عندي بس وحبه البركه عشان بس ايه، ومش هقفل بقى البرطمان، هسيبه لما يبرد تماما تماما خالص، وبعدين نبدا نحط كيس من اكياس الثلاجه، نقفل بقى الهواء ونقفل الغطاء بتاعه. واسمحوا لي بس احطه هناك على طبق كده، شوف له طبق لطيف اهو، نحطه عليه. بسم الله كده خلاص بقى، شويه دول انا كمان هغرفهم بعد شويه، فدول خلاص خلصوا. تعالوا بقى نروح هنا، ادي الليمون، بصوا بقى الخيار، خلاص الميه طبعا نسيبها المفروض تبرد تماما. انا هوري حضراتكم بس الشكل العام هنعمله ازاي. فهنشل الخيار الجميل ده من المكان هنا اهو، الغطا بتاعه خليه جنبه ده لحد ما ايه، ايوه بس كده. بصوا بقى هاخد بوله نطلع فيها الخيار ده اهو، خليني البس بس الجلافز علشان اعرف اسند كويس وما ايه يبقى حاجه معقمه. بسم الله، اول ما يبرد ميته تمام بطفي النار خلاص، وانسى ان انا حطيت الخيار، بسيبه بقى واغطي عليه لما يبرد تماما. وبعدين هطلع كده الواحده بوحدتها اهو، والفلفل لو عايزين هنحطه معاه برده مفيش مشكله خالص اهو. ناخد الكام واحده دول مبدئيا كده، بسم الله. شوفوا بقى بحرف السكينه اهي، حرف السكينه بفتح من هنا من النص اهي، بصوا هو بس عشان سخن المفروض يبقى برد اهو، بعمل كده فتحه هنا اهي، شايفينه ازاي بالطول. وبعدين باخد من ده الثوم بالكرفس وبحشي، شايفين ازاي كده. خليني بقى اخد كده برطمان نحط فيه على طول اهو، شايفين ازاي اهو بيتحشي زي البتنجان بتاعنا. شايفين الطريقه دي جميله ازاي، طريقه روعه. استفيدوا بقى من الكرفس، ما احنا ساعات بنعمل الخيار بتاعنا برضو بالكرفس، مش احنا لما بنعمل خيار مخلل يا ولاد بنحط له ساعات كرفس صح اهو. المنبه اللي جنبي ده والنبي تهدوش عليا انا معايا منبه، يعني ممكن لو ساعه جامعه القاهره يعني مثلا الساعه مش مظبوطه ولا حاجه ممكن نوديكي على فكره. ايه رايك يا شيو حبيبه عمري؟ انت تسلمي يا قلبي. بصوا بقى، بصوا الطريقه دي، الميه دي اوعوا ترموها، هي دي اللي هحط فيها الملح وهسقي منها المخلل بتاعي. شايفين الجمال؟ المخللات دي رائعة والله. تعالى نحط عود فلفل كده بس برضو خليني أفتح منه حتة. أنا وأنا هسيبه، أنا حتى الفلفل ده أنا هعشيه يا نهار أبيض، ده الفلفل ده روعة. بسم الله، شايفين الجمال؟ بسم الله بسم الله كده. حاضر هقفل ده بعد اذنكم دقيقه واحده اهو، عشان ايه نضيف شويه الميه على الخليط ده ونبقى عملنا المخلل بتاعنا الرائع اللي حضراتكم شايفينه، الخيار بخل العنب الاحمر. شايفين الجمال؟ اقول لي تاني مخرجنا. ماشي يا فندم، تسلم ذوقك كتر خيرك، شكرا. مش قادره اقول لكم انا يعني امبارح كنت فرحانه ازاي بوجود زينه معايا. ان شاء الله انا منتظره حضراتكم ومنتظره اصدقائنا اللي هيجوا ينوروني الاسبوع اللي جاي باذن الله. بصوا بكبس ازاي، شايفين؟ مهم قوي التخليل، مهم الكبس فيه، يقول لك ايه الكبيس اللي مش عارفه يعني نكبسه حلو، نضغط عليه كويس ونايه ونظبط الدنيا عشان الفراغات دي تتملي اهو. ده
الريحه مش قادره اقول لكم. انا حطيت طبعا الملح والثوم والكرفس، رشه من الكاري بسيطه. مخرجنا قال لي دقيقتين دلوقتي. خلاص انا بصدقك على فكره. هاخد بس واحدايه كمان نقفل البرطمان بتاعنا. خلوا بالكم لازم يبرد، انا هنا عشان الوضع مختلف، لازم يكون بارد. ماشي، سيبه لما في الميه بتاعته دي لما يبرد تماما. بسم الله. شايفين ازاي؟ وبصوا الخياره ماسكه نفسها، ما تخافوش وهتلاقوه مقرمش. بسم الله، يلا بينا اهو، يلا بينا اخر واحده. ونحط بقى الملح على بقيه دول وكبشتين من المرق ده، والف هنا وشفا على قلب حضراتكم اهو. اخر واحده، يا سلام. بسم الله. يبقى ملح، كاري، ثوم، كرفس، هنحط زيت كمان اهو. شايفين ازاي؟ يا سلام. هاخد بقى شويه دول اللي هم فيهم الخلطه دول، اسمحوا لي هضيف عليهم كده شويه من الملح، صغيرين كمان، والمرق او الميه اللي سلقت فيها الايه، او اللي نقعت فيها الخيار اهي. شايفين ازاي؟ عشان تدي بس طعم حلو اهو. خلاص هنقلب بقى تقليبه حلوه كده ونبدا ناخد من هنا اهو. بسم الله بسم الله. تمام اوكي، هنقلب كده. هناخد بقى ده بس بعيد عشان هو سخن، وبرضو على طبق وشويه زيت بسيطه قوي بس على الوش. تمام، خليني بقى اخد طبق نحطه عليه ويلا بينا هنطلع بقى الاستراحه.